مشاهدينا الأعزاء بكل مكان طابت أوقاتكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم في نشرة أخبارية مفصلة من تلفزيون حضرموت نستهلها بأبرز العناوين. رئيس الوزراء يستقبل في العاصمة المؤقتة عدن المبعوث الأممي إلى اليمن. وزير الشباب والرياضة يضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من مشروع تأهيل ملعب مخبال بالغيطة. محافظ حضرموت يرأس اجتماع للوقوف أمام التزام المحافظة من منحة المشتقات النفطية السعودية. منتخبنا الأولمبي يتعادل مع شقيقه الكويت بهدف لمثله. ومن الإيجازي إلى التفاصيل. استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك في العاصمة المؤقتة عدن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، الذي أطلعه على رؤيته لأحلال السلام والتزامه بالعمل بشكل وثيق مع الأطراف سعيا نحو تسوية سياسية شاملة. وتبادل رئيس الوزراء مع المبعوث الأممي وجهات النظر حول ما تضمنته إحاطته الأولى إلى مجلس الأمن وما تحمله من أفكار ومنطلقات ونتائج جولته التي عقبتها ولقاءاته بعدد من الأطراف على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، واستمرار التعنت والتصعيد الحوثي الرافض لكل مبادرات الحل السياسي وتحدي القرارات الدولية والإرادة المحلية وما يمكن أن يقوم به المجتمع الدولي للتعامل مع ذلك. وتناول اللقاء التحديات الاقتصادية والمعاناة الإنسانية القائمة في اليمن والدور المعول على الأمم المتحدة للمساهمة بشكل فاعل في دعم جهود الحكومة اليمنية للقيام بواجباتها والتزاماتها في تخفيف معاناة المواطنين، وفي مقدمتها حشد الدعم الاقتصادي وتقوية مؤسسات الدولة ودعم المسار التنموي. وأكد رئيس الوزراء أن ميليشيا الحوثي غير جادة في السلام ومستمرة في التصعيد العسكري واستهداف المدنيين والنازحين وارتكاب المجازر، لافتا إلى أن طريق السلام في اليمن واضح من خلال تطبيق مرجعيات الحل السياسي الثلاث المتوافق عليها. وقال لن يتحقق السلام في اليمن طالما وإيران مصرة على سلوكها العدواني والابتزازي ضد العالم عبر أدواتها التخريبية ممثلة في ميليشيا الحوثي التي تستخدمها لخدمة مشروعها الخطير الذي يستهدف أمن واستقرار دول الخليج والمنطقة العربية والملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وتطرق رئيس الوزراء إلى جهود الحكومة للتعامل مع التحديات القائمة التي أفرزتها الحرب الحوثية وما خلفته من كارثة على المستوى الاقتصادي والإنساني والدعم الأممي والدولي المطلوب في هذه المرحلة للمساهمة في تخفيف معاناة اليمنيين، مشيرا إلى الخطوات الجارية لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض برعاية ومتابعة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية. وأحاط غروندبرغ رئيس الوزراء بنتائج زياراته ولقاءاته التي قام بها مؤخرا وتركيزه القائم على إيقاف العنف ومناقشة مسار اتفاق سلام شامل، مشددا على أهمية أن يكون ذلك هدف رئيسي وعاجل لدى جميع الفاعلين المعنيين، لافتا إلى حرصه على قيادة عملية شاملة للسلام يشارك فيها بفاعلية الشباب والمرأة. رأس رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك اجتماعا لمحافظي العاصمة المؤقتة عدن وعددا من المحافظات المحررة لمراجعة مدى تنفيذ السلطات المحلية المستفيدة من منحة المشتقات النفطية المقدمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية. ووجه رئيس الوزراء المحافظين بالالتزام بما تم الاتفاق عليه والعمل على استيفاد تعهدات المنصوص عليها في اتفاقية المنحة الموقع عليها مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، مع الحرص على الاستفادة منها في وضع معالجات وحلول جذرية لحوكمة قطاع الكهرباء وزيادة القدرات التوليدية، مؤكدا أن تجاوز التحديات التي يمر بها الوطن تستدعي تضافر الجهود على المستوى المركزي والمحلي والمجتمعي. كما لفت بأن المهام المنوطة بالحكومة وفي مقدمتها الجوانب المعيشية تحتاج إلى معالجات حازمة. وقدم وزير الكهرباء أنور كلشات تقريرا حول توزيع الدفع التي وصلت من المنحة منوها بضرورة موافاة اللجنة بالتقارير الدورية
بهدف تحقيق الجدوى الاقتصادية. وضع وزير الشباب والرياضة نائف البكري ومحافظ المهرة محمد علي ياسر حجر الأساس للمرحلة الثانية من مشروع تأهيل ملعب الشهيد مخبال بمدينة الغيضة الذي ينفذ تحت إشراف قطاع المشاريع بوزارة الشباب والرياضة. وأشار الوزير البكري إلى أن هذه المشاريع تأتي تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، مشيدا بالدعم الملموس الذي تقدمه السلطة المحلية لقطاع الشباب والرياضة في المحافظة، موجها شكره للمحافظ بن ياسر على تبنيهم للكثير من المشروعات في القطاع الرياضي والشبابي تنفيذا وتمويلا واستكمال ما تبقى منها وحرصهم على إقامة النشاطات والفعاليات في مختلف الألعاب وتشجيع المواهب الشابة وصقل مواهبها. وفي سياق متصل قام الوزير البكري والمحافظ بن ياسر بزيارات تفقدية لعدد من المشروعات الرياضية بالمهرة، منها مشروع الملعب الأولمبي وتعشيب عدد من الملاعب التابعة لأندية محافظة المهرة ومشروع بيت الشباب والصالة الرياضية والاطلاع على سير إنجاز العمل فيها. رأس محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحساني بالمكلا اجتماعا ضم قيادة المؤسسة العامة للكهرباء بالساحل وبحضور عدد من وكلاء المحافظة للوقوف أمام التزام السلطة المحلية المستفيدة من منحة المشتقات النفطية المقدمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية لضمان استمرار المنحة. وألقى المحافظ البحسني في مستهل الاجتماع كلمة أشار خلالها إلى أن هذا اللقاء يأتي بناء على اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع محافظي المحافظات المحررة لمراجعة مدى تنفيذ السلطات المحلية التزاماتها لضمان استمرار منحة المشتقات النفطية السعودية، معبرا عن شكره وتقديره لقيادة المملكة العربية السعودية وللطاقم السعودي واليمني كافة الذين بذلوا جهودا حثيثة في سبيل وصول منحة المشتقات إلى المحافظات المستفيدة والتي من شأنها تحسين خدمة التيار الكهربائي للمواطنين. وشدد المحافظ البحسني على قيادة مؤسسة الكهرباء بالساحل بتكثيف عملية تحصيل الإيرادات المحلية لاستهلاك التيار الكهربائي وتنفيذ حملات لمكافحة الربط العشوائي، وكلف لجنة من الأمن والجيش لتأمين وحماية فرق مؤسسة الكهرباء أثناء تنفيذ الحملات ضد المخالفين، مبديا استعداد السلطة بتحمل النفقات التي تصرفها مؤسسة الكهرباء في شراء الزيوت. وحث المحافظ الوسائل الإعلامية على رفع وعي المواطنين بأهمية سداد فواتير الكهرباء وتجنب الربط العشوائي حتى تتمكن السلطة من الإيفاء بالتزاماتها للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. واستمع المحافظ من وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق والقائم بأعمال المدير العام للمؤسسة العامة للكهرباء بساحل حضرموت المهندس طلال الحبشي إلى شرح مفصل حول متوسط إيرادات ومصروفات كهرباء الساحل شهرياً والطاقة التوليدية والعجز التوليدي في مديريات الساحل، متطرقين إلى جملة من المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل المؤسسة. التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية للركن فرج سالمين البحسني بمدينة المكلا أعضاء نقابة هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة حضرموت. واستمع محافظ حضرموت من رئيس نقابة هيئة التدريس الدكتور محمد الكسادي والأعضاء إلى جملة من القضايا التي يعاني منها أعضاء هيئة التدريس في جامعة حضرموت وخطوات تعليق الإضراب لأعضاء الهيئة تقديرا للوضع الراهن الذي تمر به حضرموت والوطن عموما والاستمرار العملية الأكاديمية بشكل مستمر دون انقطاع في المحافظة. وثمن المحافظ البحسني تقدير أعضاء نقابة هيئة التدريس ومساعديهم للوضع الحالي الذي تمر به حضرموت وأثنى على خطواتهم الرامية لاستمرار العملية التعليمية دون انقطاع. وأعرب المحافظ عن شكره وتقديره لجامعة حضرموت في تخريج الكثير من الدفعات والكوادر المؤهلة المتسلحة بالعلم والمعرفة، مثمنا دور الجامعة الريادي والمتميز في توعية المجتمع، حاثا إياهم على تكثيف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد في سبيل الارتقاء بأداء الرسالة العلمية.
التقى محافظ حضرموت بمدينة المكلا أعضاء اللجنة التحضيرية المؤقتة لاستئناف نشاط منتدى الخيص الثقافي للاطلاع على نشاط اللجنة وتحضيراتها لاستئناف نشاط المنتدى. واستمع المحافظ البحسني من رئيس اللجنة التحضيرية المؤقتة لاستئناف نشاط منتدى الخيصة محمد عبد السلام الجيلاني وأعضاء المنتدى إلى التصورات والخطط التي تسعى اللجنة لتنفيذها واستئناف نشاط المنتدى بعد توقف دام نحو 3 سنوات، وتأكيد قيادة المنتدى على عدم الحياد عن الأهداف التي أنشئ المنتدى من أجلها. وبارك محافظ حضرموت بدء خطوات استئناف فعاليات ونشاط المنتدى بلجنة مؤقتة لحين إجراء دورة انتخابية كاملة في وقت لاحق، مشيدا بالأدوار المتميزة التي اطلع بها منتدى الخيصة في سبيل إحداث نقلة للمشهد الثقافي بالمحافظة من خلال حفظ وإحياء الموروث الثقافي ونشر المعرفة بين أوساط المجتمع الحضرمي. وأشار المحافظ إلى أن منتدى الخيصة تفاعل بإيجابية منذ تأسيسه مع قضايا المجتمع وتسليط الأضواء عليها. استقبل محافظ العاصمة المؤقتة عدن أحمد حامد لملس المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانز غروندبير بديوان السلطة المحلية. وخلال الزيارة طاف المبعوث الأممي والطاقم المرافق له بمعية السيد المحافظ بمعرض الصور الذي حمل عنوان فاجعة عدن الكبرى لحادثة مطار عدن الجرامية التي استهدفت عودة الحكومة إلى عدن. وعقب زيارة المعرض اجتمع محافظ عدن بالمبعوث الأممي لاستعراض ما تمر به المدينة بسبب ظروف الحرب، الأمر الذي انعكس على الواقع المعيشي المتردي والخدمات الأساسية كالماء والكهرباء. هذا وشدد محافظ عدن على ضرورة إعادة النشاط الملاحي والتجاري لميناء عدن الاستراتيجي، وأبدى السيد هانز استعداده للتعاون مع السلطة المحلية لإعادة أوضاع المدينة إلى سابق عهدها. ترأس محافظ العاصمة المؤقتة عدن أحمد حامد لملس اجتماعا لقيادة المؤسسة العامة للكهرباء بالعاصمة في سياق متابعته المستمرة لوضع المرافق الخدمية. وأكد المحافظ لملس في الاجتماع على أهمية اطلاع مؤسسة الكهرباء بمسؤولياتها في تخفيف معاناة مواطني العاصمة، وذلك من خلال انتهاج أساليب وآليات عمل فعالة واتخاذ إجراءات ناجعة وسريعة للحد من الربط العشوائي والمزدوج وتحصيل الإيرادات المحلية للاستهلاك لضمان استمرار الخدمة. وجدد دعم قيادة السلطة المحلية المطلق لمؤسسة الكهرباء واستعدادها لتدليل أي صعوبات تواجه هذا القطاع. واستعرض المدير العام لمؤسسة كهرباء عدن سالم الوليدي من جانبه جملة النشاطات المزمع تنفيذها من قبل المؤسسة، ومنها الإعداد لتنفيذ حملة إعلامية موسعة بمشاركة مختلف وسائل الإعلام لدعوة المواطنين إلى ترشيد استخدام التيار الكهربائي وسداد قيمة الاستهلاك، مؤكدا بدء المؤسسة بالتعاون مع الجهات الأمنية حملة لقطع التيار عن المتخلفين عن التسديد وأصحاب الربط العشوائي والمزدوج. واستعرض الوليدي في ختام كلمته الخطة التي أعدتها المؤسسة لتحصيل الإيرادات لشهري أكتوبر ونوفمبر. رياضيا، استهل منتخبنا الوطني الأولمبي مشواره في بطولة غرب آسيا لكرة القدم بتعادل إيجابي بهدف لمثله في اللقاء الذي جمعه بالمنتخب الكويتي ضمن منافسات المجموعة الأولى. وفي المباراة التي احتضنها استاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر، وجد لاعبو منتخبنا اليمني أنفسهم متأخرين في النتيجة بعدما باغت النجم الكويتي الملا علي دفاع اليمن محرزا هدف التقدم، بيد أن لاعبي منتخبنا الوطني لم يستسلموا وشنوا هجمات على مرمى الحارس الكويتي حتى تمكنوا من هز الشباك عبر تسديدة صاروخية للنجم عمر الداحي. تسود مدن ساحل حضرموت أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا، ورياح معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة حارة نهارا إلى معتدلة ليلا. وفي أرياف الساحل والهضبة الجنوبية أجواء غائمة جزئيا مع استمرارية نشاط السحب الرعدية مصحوبة بهطول أمطار متفرقة في فترات ما بعد الظهيرة والمساء ورياح معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة حارة نهارا إلى معتدلة ليلا. فيما تشهد مناطق وادي وصحراء حضرموت والهضبة الشمالية أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا تتخللها سحب ركامية رعدية
على بعض المناطق ورياح معتدلة السرعة ودرجات الحرارة حارة نهارا إلى معتدلة ليلا. والآن ننتقل بكم إلى حالة الطقس. في النهاية مشاهدين الأعزاء إليكم تذكير بأبرز العناوين. رئيس الوزراء يستقبل في العاصمة المؤقتة عدن المبعوث الأممي إلى اليمن. وزير الشباب والرياضة يضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من مشروع تأهيل ملعب مخبال بالغيضة. محافظ حضرموت يرأس اجتماع للوقوف أمام التزام المحافظة من منحة المشتقات النفطية السعودية. منتخبنا الأولمبي تعادل مع شقيقه الكويت بهدف لمثله. ولمتابعة نشراتنا الإخبارية يرجى زيارة مواقعنا على وسائل التواصل الاجتماعي. تلفزيون حضرموت، إلى اللقاء.